متهيألي الجونة ما تنفعش من غير يسرا اليسرا. يا سلام للدرجة دي؟ طبعا. والله مش عارفة، هي بتبقى صدفة. انه هو بصراحة البحر الأحمر له معزة خاصة عندي، لأن أنا يعني أنا وجوزي كنا عايشين هنا لمدة سنتين، فيعني كنا عايشين في الغردقة مش في الجونة وفي مرسى علم، فما بحسش انه هو مكان بعيد عليا، هو مكان قريب للقلب بالنسبة لي، متعودة أروح وأجي عليه كتير، فما بصدق يبقى في فرصة أجي، رغم انه يعني مش دايما بحضر المهرجان كله. السنة اللي فاتت حضرت يومين بس، واضطريت أسافر مهرجان سلاش، كنت عضو لجنة التحكيم. السنة دي كان عندي ظروف، كان عندي تصوير فيلم العنكبوت، فاضطريت أجي آخر يومين بس، فيعني مش دايما بقعد المدة كلها للأسف. سوء حظنا على فكرة. بس عايز اعرف اطلالاتك بقى محضره ايه، عشان شايفين ما شاف استر حلو قوي النهارده اتكلم عنه، واللي هتحضريه بعد كده. لا الباقي مش هتكلم عنه لانه ممكن اغير رايي في اي لحظه، فمش عايزه اقول حاجه. بس الفستان النهارده انا بحب الحاجات البسيطه، هو ممكن يبقى شكله نهار اكتر، بس انا بحب دايما ابقى اندر دريست عن ان انا ابقى اوفر دريست. الفستان من فيلا بابوشكا، والستايلست بتاعتي ياسمين عيسى، والساندلز من ميزورا، والكلاتش من عند مرزوق. نتكلم عن العنكبوت سريعا كده ونعرف تفاصيل الفيلم. فيلم العنكبوت اخراج استاذ احمد نادر جلال، وسيناريو محمد نير، وبطوله بقى مع حفظ بقى كل الالقاب، احمد السقا ومنى زكي واستاذ احمد فؤاد سليم وظافر العابدين واستاذ زكي فاطين عبد الوهاب. في ناس طبعا كتير لسه انا معرفش، يعني لسه ما في ناس كتير ما صورتش، فانا مش عارفه مين هيلعب بقيه الادوار، بس هو انا بالنسبه لي دور فعلا جديد ومركب جدا وصعب، وبحاول اذاكر له يعني، ويعني متوتره شويه، بس يعني اتكلمت مع استاذ احمد نادر كذا مره وبنبعت لبعض، يعني في مذاكره في الدور ده كتير. لا ما انا لو قلت لك احرقك فيلم، بس هو ليه علاقه بالمخدرات يعني. تمام. كلامك كان ردود الفعل شايفه عليه ازاي، وشخصيتك اصلا لوحدها كانت قصه جامده يعني، والناس اتكلمت عنها حلوه قوي كده. الحمد لله. كلبش انا طبعا في الاول كنت قلقانه منه شويه، لانه دايما الاجزاء الثانيه والثالثه مش دايما الناس بتحب تتفرج على اجزاء كتير، بس الحمد لله مع كلبش بالذات الناس علقت انه كل جزء بيبقى احلى من اللي قبله، لان اعتقد العامل الاساسي انه بيبقى فيه كل حلقه فيها احداث كتير، وكل سيزون بقى بيموتوا ناس ويجيبوا ناس جديده، فبيبقى فيه ممثلين جداد، فالناس بتبقى مش زهقانه منهم، بيبقوا عايزين يشوفوا الشخصيات الجديده. في كلبش اربعه وفي اسره برده فيه ولا لا؟ والله ما اعرف، ما اعرفش لسه. شكرا يا عمر، نورتيني. شكرا.